أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم زهير الخيار، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء وخبير دولي في التنمية التشاركية، وذلك لفتح النقاش حول تداعيات قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي وتداعياته على الاقتصاد الوطني. اهلا وسهلا استاذ زهير الخيار، مرحبا بك. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. بداية، ماذا يعني رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب او خفضه؟ شكرا اولا في البداية على الاستضافة الكريمة وعلى الاهتمام بهذا الموضوع الذي يعتبر حيويا بالنسبة للاقتصاد المغربي. كما تعلمون ان البنك المركزي هو الذي يسهر على صياغة وتنفيذ السياسة النقدية للبلاد ومراقبة أيضا البنوك التجارية والبنوك التشاركية أيضا التي أحدثت مؤخرا من أجل ضمان التوازن بين العرض والطلب النقود. رفع الفائدة، ما معنى فائدة معدل الفائدة الرئيس أو الرئيسي؟ هو ذلك المعدل الذي يطبقه البنك المركزي على البنوك التجارية من أجل الاقتراض. إذا حينما تقترض البنوك التجارية من البنك المركزي فالبنك المركزي يطبق عليها هذا المعدل. كان في السابق يطبق 1.5% على هذه البنوك، الآن رفعه إلى 2%. أي بنك تجاري أراد الاقتراض لابد له أن يؤدي على هذا القرض 2% كفائدة. الهدف الذي كان مرجو من طرف البنك المركزي هو التحكم في التضخم وارتفاع الأثمان الحاصل الآن في المغرب والمتطور بشكل نوعا ما مخيف، وبالتالي فكان البنك المركزي يقصد من هذا الرفع وأن البنوك التجارية تحجم عن الاقتراض لأن ارتفع ثمن ديال النقود إذا اعتبرنا النقود سلعة، وبالتالي يقترض البنوك التجارية تقترض بشكل أقل، وبالتالي هي أيضا تقرض للمواطنين سواء كانوا مستهلكين أو مستثمرين بشكل أقل، وبالتالي ينخفض الطلب وبالتالي تنخفض الأثمان ويتراجع التضخم. هذا هو الهدف الذي كان مسطرا من طرف البنك المركزي برفعه لهذا هذه النسبة، نسبة الفائدة الرئيسية. نعم، وهذا القرار مش ليه تداعيات على الاقتصاد الوطني، على التمويلات البنكيه. الناس كيتسائلوا واش غادي تكون ارتفاع في كلفه القروض البنكيه. بالطبع هذا التغيير وهذا الرفع سيكون له التداعيات الكبرى، وانا لحد الساعه صراحه لم افهم ما علاقه رفع الفائده الرئيس بالتضخم. أنا أعتقد أن رفع نسبة الفائدة سيعمق مسألة التضخم بشكل أكبر وليس هي حلا. لماذا؟ حينما تقترض البنوك كانت البنوك تقترض ب 1.5% فهي الآن ستقترض ب 2%. ياك المواطنين سواء كانوا مستهلكين أو مستثمرين غادي يقترضوا بواحد النسبة للبنك التجاري يدخل هذه الزيادة يزيدها عليهم هما. إذا كان مستهلكا ملي غترتفع له القيمة ديال سعر الفائدة فهذا المستهلك سيحجم على الاقتراض لأن أصبح صعب الاقتراض، وحينما يحجم على الاقتراض ما يبقاش يقترض، ما تبقاش عنده سيولة نقدية، وبالتالي ما تبقاش عنده قدرة شرائية، وبالتالي ما غاديش يكون عنده طلب، وبالتالي غادي ينخفض نسبة الطلب وغادي يولي إشكال في الإنتاج. بالنسبة للمستثمر وهذا هو اللي فيه إشكال كبير. نعم، بالنسبة للاستثمار كاين حاليا واحد الدراسة ديال في طور تشريع مشروع ديال ميثاق الاستثمار، وهو البنك المغرب كيرفع من سعر الفائدة الرئيسي، واش كاين شي انعكاسات على الاستثمار؟ إذا لأتمم التحليل، بالنسبة للمستثمر حينما يصطدم بسعر فائدة مرتفع لأن البنك المركزي رفع سعر الفائدة والبنك التجاري خاض القروض بتلك الفائدة المرتفعة، فهو واش غادي يعمل؟ ديك 0.5% اللي تزادت غيعكسها على المستثمر. المستثمر شنو غادي يعمل؟ غادي ياخذ القرض ديالو، لن يحجم
على 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 الاقتراض غادي ياخذ القرض ولكن غيشد هو حتى هو ديك 0.5% وغينكس غيعكسها على اثمان المنتوجات اللي غتنتج هو بداك الاستثمار، وبالتالي ذاك المواطن الاخير اللي غيستهلك هذاك هذاك المنتوج غادي تزاد عليه في الثمن. اذا انا اقترضت كنت كنقترض ب 100 وكنخلص عليها 10 ياك، اذا الكلفه هي 110، غنشد هذيك 110 غنحسبها لك انت مستهلك. دابا لا، دابا ملي ارتفع نسبه الفائده الكلفه ولات 120، اذا غنحسب عليك انا 120 انت كمستهلك. اذا هذا شنو هو؟ هذا ارتفاع للاثمان. اذا زدتي عمقتي التضخم ماشي عليتي. ولم يكن في يوم من الايام الرفع من سعر الفائده حلا للتضخم. والازمه ديال 1929 معروفه عبر العالم، راه كان السبب الرئيس ديالها هو معدل الفائده، والمنظرين انك على راسهم كينز معروف في الادبيات الاقتصاديه انه طلب الخفض من سعر الفائده باش يمكننا نخرجوا من الازمه ديال 1929. اذا انا لا افهم شخصيا لماذا هذا الرفع. نحن لا نحتاج، باش نفصلوا استاذ، اي بلد كاين عنده سياسه نقديه وسياسه كيسموها موازناتيه، كاين اللي كيسميها ماليه. سياسه نقديه هي اللي داروا الان ملي كتمشي لسوق النقود وكتدخل فيه بحال هذا رفع الفائده. السياسه الموازناتيه اللي كتمشي الموازنه ديال الدوله، المداخل والمصاريف، مصاريف الدوله ومداخل الدوله، هادو مشاو للسياسه النقديه. ها السياسه النقديه لا تصلح الان، التي تصلح هي السياسه الموازناتيه. خاص الحكومه ترفع من الانفاق العمومي، هادشي كتبته. علاش؟ لان الانفاق العمومي هو الذي له سيكون له الاثر الكبير على القدره الشرائيه التي ستستطيع ان 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 ان, أن تطلب السلع والخدمات، وذلك بدون ان ترتفع هذه. اما الرفع من سعر الفائده، حتى لو خديتي المدارس الاقتصاديه كلها، شنو سعر الفائده عند احد احدى المدارس؟ هو ثمن نقود. سعر الفائده هو ثمن نقود، رفعتيه، اذا رفعتي الثمن ديال واحد السلعه، اذا راك والتضخم هو ارتفاع الثمن، اذا راك رفعتي الثمن ضمنيا وبالتالي راك ساهمتي في تكريس التضخم وتعميقه. وبالتالي اذا سمحتم، الميثاق اللي تكلمت عليه هو ميثاق انا قراته ودرسته وحللته. اذا قرات الميثاق في الجريده الرسميه تجد انه طموح جدا، وانه تعرض لكل الاشياء المطلوبه من اجل الاستثمار. نعم. وذلك فهو ميثاق يعني احاط بجميع الامور محفزه الاستثمار بما فيها الدعومات الخاصه والدعومات الى غير ذلك، بما فيها المساطر الاداريه، بما فيها جيد. اذا هو شنو هي الشروط باش ينجح المشروع ديال الميثاق الاستثمار؟ نعم، اذا هو كميثاق الى قريتيه هو ميثاق يعني المستثمر سيكون فيه في اريحيه تامه. ولكن الاشكال اللي خصو يصاحب هذا الميثاق هو هاد المستثمرين، سواء سيستثمرون داخل المغرب او خارج المغرب، او سياتي مستثمر اجنبي ليستثمر داخل المغرب، هاد المنتوجات التي ستنتج هذه الاستثمارات بطبيعه الحال. وتكلم على المنتوجات الاستراتيجيه بحال الطاقه، بحال الطاقه المتجدده، بحال كذا. نعم. مزيان، ولكن واش كاين شي مستهلك لهذه المنتوجات؟ هل سيكون هناك طلب على هذه المنتوجات؟ اذا في غياب علاقات ترابطيه ما بين الاستثمار ومن الطلب على هذه المنتوجات. نعم، في غياب الطلب الاستثمار لا طائله، ليس له اي تاثير. فهمتيني؟ وهذا الشيء معروف في الادبيات الاقتصاديه، حيت ملي غنتج انا واحد المنتوج معين، انا استثمرت وسهلت لي المسطره. وشنو هي النوعيه ديال الاستثمارات اللي خصو يركز عليها المغرب؟ ديما كيكون استثمارات ذات قيمه مضافه. نعم، استثمارات ذات قيمه مضافه هي المسطره في الميثاق. نعم. هي اللي كاينه في الميثاق ديال الطاقه المتجدده، ديال مجموعه ديال الامور، ديال الخدمات الاستراتيجيه الى غيرها، مسطره في الميثاق وموجوده. والى استطعنا، الى نجحنا أننا نطبقوا، ولذلك رجاء في البلاغ ديال الدول الملكي مما جاء فيه حسن تنزيل هذا الشيء. دابا الإشكال المطروح أن المجهودات تبذل، وخصوصا
من طرف جلالة الملك اتفاقية مع إفريقيا، هذا مجهودات كبيرة تبذل، والميثاق كذلك أشرف عليه جلالة الملك وتحط في سياق معين وتحط بجودة عالية على مستوى، ولكن كان تخوفوا دائما من عملية التنزيل. نعم. اللي كان نزلوا ذاك الشيء، واش بالفعل غادي نبسطوا المساطير الإدارية، واش بالفعل غادي نمشيو المنتوجات الاستراتيجية اللي كتخلق قيمة مضافة وكتخلق تشغيل، لأن الهدف من الميثاق الآن الهدف منه هو حق فرص الشغل. فرص الشغل قارة، نص عليها الميثاق هكا، فرص الشغل قارة وليست موسمية. وبالتالي هذه المشاريع التي تخلق فرص الشغل قارة وليست موسمية هي مشاريع تكون ضخمة، بل ركز أيضا على دعم المقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة جدا، ميكرو انتربريز، هناك من يسميها المتناهية الصغر. ولذلك الميثاق إذا تم تنفيذه بشكل جيد سيكون دفعة قوية للاقتصاد المغربي، ولكن لابد أن نصاحبه بعدم تضعيف القدرة الشرائية للمستهلك، لأن في آخر المطاف من الذي سيستعمل هذه المنتوجات؟ المواطن أو المستهلك. إذا كانت القدرة الشرائية للمستهلك ضعيفة تنتج ما تنتج بغض النظر عن استراتيجيته من عدمها، فهو سيظل مطروحا في الأسواق، ولن يستطيع أحد، لن يستطيع، وأكد لن يستطيع، ماشي لا يريد، لن يستطيع لأنه ليست لديه قدرة شرائية. ولذلك أثبتت النظرية الاقتصادية أنه كلما كان الاستهلاك مرتفعا كلما كان أثر الاستثمار على الاقتصاد جيدا، وكلما كان الاستهلاك ضعيفا الناتج عن ضعف القدرة الشرائية كلما كان أثر الاستثمار على الاقتصاد ضعيفا أيضا. نعم، شكرا جزيلا أستاذ زهير على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونضرب لكم موعدا جديد.